في اليوم 58 من الحرب، ومع إعلان موسكو سعيها لإكمال سيطرتها على دونباس وتوفير ممر بري للقرم، هيئة الأركان العامة الأوكرانية أكدت تصاعد وتيرة القتال وتكثيف الوحدات الروسية عملياتها القتالية في منطقة دونيسك. ويأتي ذلك عقب يوم من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تطويق مصنع صلب في ماريوبول وبدلا من مهاجمته. وفي السياق، قالت روسيا إنها دمرت أنظمة دفاع جوي S-300 ومعدات أوكرانية في منطقة محطة سكة حديد مليورا تيفي. من جهتها، أعلنت إيرينا فيريتشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أنه لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء المدنيين بسبب خطورة الطرق. والآن مشاهدينا، نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.